في موجزكم الإخباري وإليكم العناوين. الانطلاقة الرسمية لعملية مرحبا 5 يونيو 2022 لعودة المغاربة المقيمين بالخارج. فرض الفيزا بمدينة سبتة يصل البرلمان. بني ملال تستضيف قافلة الكرة النسوية. أخيرا مؤشر النفط والغاز يرتفع في البورصة. وإليكم التفاصيل. اتخذت السلطات المغربية كل فيما يخص جميع الترتيبات الملائمة لتسهيل عملية عبور المغاربة القاطنين بالخارج، سواء على مستوى الموانئ الجوية أو البحرية ونقاط العبور البرية. وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعبأت مصالح مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث خصصت موارد بشرية ولوجستيكية بجميع نقاط العبور بالمملكة المغربية. وأشه عبد النور الحسناوي النائب البرلماني بالفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص حرمان ساكنة عمالة المضيق الفنيدق من دخول مدينة سبتة المحتلة، وذلك عقب فرض السلطات الإسبانية أشيرة للراغبين في ولوج المدينة. استضافت ثانوية الحسن الثاني ببني ملال فعاليات النسخة الأولى من قافلة كرة القدم النسوية التي تنظم خلال الفترة ما بين 30 ماي و 2 يوليوز 2022 بتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة Sports Education Solutions والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك في سياق تشجيع وتوسيع قاعدة الممارسة النسوية لرياضة كرة القدم. ويسعى المضمون لهذه القافلة الرياضية لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها الترويج لكأس أمم إفريقيا لسيدات 2022 الذي تستضيف المملكة المغربية نهائياته خلال الفترة من 2 إلى 23 يوليوز المقبل. كشفت مذكرة بنك المغرب بأن مؤشر مازي ظل ثابتا ليستقر أداؤه السلبي منذ بداية السنة عند 7.2%، مشيرة إلى هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعي البناء ومواد البناء بنسبة 1.6% والتأمينات بنسبة 2.5%. وفي المقابل سجلت مؤشرات قطاعات الصناعات الغذائية والنفط والغاز على التوالي ارتفاعا بنسبة 1.3% و2.3%. وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات فقد بلغ 622.9 ملايين درهم مقابل 1.5 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وفي السوق المركزي للأسهم بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 123.5 ملايين درهم مقابل 100.2 مليون درهم.